بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا حضراتكم التفكير ساتوريت اكيد في اخر يوم، والموضوع كمان محتاج تركيز بصراحه، بس انا هحاول اسمي الموضوع. وانا بصراحه كان طلب مني اقدم حاله انترفنشن، وانا كان عندي حالات فيها يعني كوميونيكيشنز ومانجمنت وكده، بس انا شايف ان الكلينيكال باك جراوند افضل، ان الحاجات اللي بتعرف حضراتكم في العياده لما في اوبن ديسكشن فيها هيبقى افيد، بالذات للجنريشنز الصغيرين. انا المحاضره عن البي في سيز، وانا قلت محاضره السنه اللي فاتت برضه عن البي في سيز في كيس برزنتيشن، بس المره دي انا شايفها من برسبكتيف مختلف شويه. هنتكلم عن الورك اب اللي حضرتك تعمله لحاله بي في سي جايلك في العياده، علشان تعرف الحاله دي محتاجه محتاجه حاجه سبيسيفيك انترفينشن ولا لا. زمان لما كنا صغيرين كان الجولد ستاندرد درسنا ان البي في سي حاجه بينايل، العياد اللي عنده بي في سي ده حاجه ما تركزش معاه قوي، لغايه ما بدا يطلع الكونسبت بتاع البي في سي انديوسد كارديو ميوكارديت، ان البي في سي في حد ذاتها بتعمل كارديو ميوكارديت. ده واحد من الريفرس كومبوزس، بمعنى ان لو حضرتك قدرت تقابليت البي في سي العيان اللي عنده كارديو ميوكارديت في ده هيتحسن، وده خلاص ايفيدنس بالعلم. فاحنا المحاضره نهيتها في الاخر ان احنا نعمل حاجه من ثلاثه لعيان البي في سي، يا دو نوثينج ويت اند سي، يا كاثيتر ابليشن، يا اما دراج ثيرابي. البي في سي مشكلتها حاجتين، رقم واحد السيمبتومز، العيانين بالذات الستات اللي عندها بي في سي بتجي لها مرتين في اليوم وعماله تلف على الدكاتره عشان احساس. وعلى فكره هو يعني معذورين، لان فعلا احساسها في ست مرات بتقول لي قلبي بيقف ويشتغل، انا كل شويه ببقى قاعده في السرير الاقي قلبي وقف ويشتغل. هي معاها حق، لان بيحصل كوز، هي تحس ان قلبها وقف لمده ثانيتين وبعدين يشتغل بخبطه جامده، فكل ما تبقى ستريس الادرينالين يعلى البي في سي تزيد تاني فتخش في دايره. فالسيمبتومز حاجه تحترم، والبي في سي انديوسد كارديوميوباثي اللي هو الموضوع الاهم. البي في سي انديوسد كارديوميوباثي ده واحد من الريفرسبل كوزز، هو الاتريال تاكيكارديا والبير بارتر كارديوميوباثي. في حاجات معينه في الطب لو نجحنا نعالج الكوز في الاغلب الاجكشن فراكشن بتتحسن. وتعريفه ان العيان يا اما كان نورمال اجكشن فراكشن ونزلت بسبب البي في سي، او كان امبيرد ونزلت اكتر بسبب البي في سي. ودول عيانين كلاسيكال، دي ستادي منشوره في اليوروبيان هارت ريزم اسوسيشن السنه اللي فاتت. كل العينين تقريبا اللي في الاستادي حصلوا لهم امبروفمنت في الاجكشن فراكشن بعد البي في سي ابليشن بمتوسط من 35 ل 54، يعني متوسط العينين كان بادئ ب 35% بعد البي في سي ابليشن كلهم المتوسط بتاعهم 54%. فالبي في سي اندوز كارديوميوباثي حاجه مهمه. ايه ريسك فاكتورز البي في سي اندوز كارديوميوباثي؟ مين العيان اللي احنا من الاول نبقى عارفين ان هيعمل ابليشن؟ طالما العيان حصل له كارديوميوباثي بسبب البي في سي 99% هيحتاج ابليشن، طبعا مش هينفع الويت اند سي ومش هينفع الدراجز غالبا. الريسك فاكتورز اللي بي في سي اندوز كارديوميوباثي، رقم واحد الميل جندر للاسف، اللي في الاغلب الفيميلز ما بيجيلهمش بي في سي اندوز كارديوميوباثي. وانا شخصيا شفت اربع حالات في حياتي بي في سيز عملت اجكشن فراكشن تحت ال 40، بي في سي ابليشن اتحسنوا، يعني هو كلاسيك ابليشن. الاربعه كانوا ميلز. رقم اثنين البي في سي بيرد، زي ما بقول بعد شويه مش معقوله البي في سيز لما تبقى 3-4% غير لما يبقى 50% من الكيو ار اس. فغالبا البي في سي بيردن كل ما زاد زي ما نقول في المونتاجات الجايه كل ما كان ريسك فاكتور مهم. ورقم ثلاثه الابيكارديا اورجن، البي في سي دي ممكن تطلع من الاندوكارديا من الميد زون من الابيكارديا، كل ما كانت من بره كل ما عملت السنكوري اكتر. فالابيكارديا اورجن البي في سي هنقول نعرفه ازاي بعد شويه، ده من ضمن الريسك فاكتورز ان العيان ده عين حضرتك يبقى عليه حتى الريجكشن فراكشن كويسه. طب الحاجات اللي اجينست يحصل في بي في سي كارديوميوباثي، رقم واحد السيمبتومز، العيان السيمبتوماتيك هيدور مش هيستنى لما يبقى مايوباثيك وبعدين يدور بالهارت فيلير سيمبتومز. السيمبتومز اجينست نحسب بي في سي كارديوميوباثي. البيلاين لوكيشن زي الار في او تي، الرايت فنتريكل ابروت تراكت ده بيمثل اكتر من 30 الحالات، مع ال دي او تي 90% من الحالات، ودول بيلاين لوكيشنز الاوت فلو تراكت لوكيشنز. فدول من الحاجات اللي مش كومن معاهم ان يحصل بي في سي دوز كارديوميوباثي، عشان كده الميديكال تريتمنت فيهم هو الاصل. سوري هم سهلين في الابليشن. رقم ثلاثه المورفولوجي بتاع البي في سي، المورفولوجي لو سنجل فوكس في الاغلب مش هتعمل كارديوميوباثي، المالتي فوكال ودي للاسف بتبقى اصعب في الابليشن تعمل كارديوميوباثي اكتر. طيب الرول بتاع الانفستيجيشنز ايه؟ احنا بنعمل انفستيجيشنز لحاله البي في سي عشان نجاوب على الاسئله دي. اولا ناسس الريسك فاكتورز للبي في سي اندوسد كارديوميوباثي، بالذات البيردن بتاع البي في سيز. رقم اثنين ديتكت حصل ال في ديسفانكشن ولا لا، لان مش شرط القصه تلاقيكوا بس. رقم ثلاثه ديفرنشيت التو تيرمز، البي في سي انديوسد يعني هو اصلا كان نورمال، او اجريفيتد يعني كان امبيرد وبقى مور امبيرد كارديوميوباثي. ورقم اربعه هيلب ان ابليشن بلاننج، احنا الابليشن بتاع البي في سي حاجه هيرويك، حاجه بتاخد لها 5-6 ساعات، حاجه بتدخل تدور على اي سكار بعد ما تعمل مابنج للفنتريكل كله، وجوه السكار ده تقعد تدور على حتت الفايبل اللي فيها سلو كوندكشن وممكن تطلع كذا اكزيت بوينت. فانت لو داخل من الاول عامل انفستيجيشن صح وبلاننج المكان اللي فيه الاكزيت بوينت هيسهل عليك جدا الابليشن.
طبعا السكيل ده يعني مش مطلوب من حضراتكم تحفظوه ولا حاجه، بس هو اختصاره ان احنا بنعمل 4 انفستيجيشنز. اول حاجه طبعا بعد السيمتوم والاكزامينشن، بعد الهيستوري والاكزامينشن، الثريستنج اي سي جي مهم جدا، الهولتر مهم جدا، الايكو مهم جدا، واخيرا الكاردياك ام ار اي او الايمجنج تولز علشان نجاوب على سؤال العيان ده هيعمل كاثتر ابليشن ولا هنجرب معاه الفارماكوثيرابي. فارماكوثيرابي اولا لو العيان مش انديكيتد، لو البي في سي بيردن طلع 4% مش هنقول هنعمل له ابليشن عشان 4%. رقم 2 لو البي في سي مالتيبل مورفولوجيز، يعني العيان انديكيتد وكل حاجه بس عنده 5 مورفولوجي مش واحده دوميننت ولا واحده اكثر من 80%، مش معقول هنقعد نكتب في كل واحده ناخد فيها 4 ساعات. ورقم 3 البيشنت بريفرنس، العيان مش عايز يعمل عمليه، عايز يمشي في العلاج، وده حق العيان. في الاخر احنا بنوصل ان العيان ده لو ما تحسنش بعد البي في سيز ما بقت ابليتد يبقى العيان ده عنده انذر كوز. طيب الاي سي جي اول حاجه واقصر حاجه، ايه الحاجات اللي جوه الريستنج اي سي جي؟ رقم 1 الفريكوانسي، هو ممكن الريستنج اي سي جي يجاوب على الفريكوانسي او ممكن لو في اكتر من 2 بي في سيز. الاي سي جي 12 دي اللي قدام حضرتك ده 2 فما فوق معناه ان دي فريكوانت. رقم 2 ديتكت السكار، الاي سي جي من الحاجات الجولد ستاندرد اللي ممكن تقول لك في سكار في الانتير وول في الانتير وول عن طريق الرولد ميكاردال انفكشن، ولو ان الموضوع كومبلكس اكتر ان في حاجات تجست الانتير سكار وحاجات تجست الانتير سكار. الانترولاترال سكار او الانتر سيكتر سكار سوري، الايدي بلوك والليفت باند المورفولوجي في النيتف كيو ار اس بتاع العيان او الواي كيو ار اس في النيتف كيو ار اس. والحاجات اللي تقول ان في انفيرير سكار في الريستنج اي سي جي لو لو فولتج مع ديب اس في في 6. الابيكارديال اوريجين اللي احنا لسه بنقول عليه مالجنت سايت ممكن نعرفه من ريستنج اي سي جي. ممكن ببساطه شديده اختصار الكلام ده ان الانيشال بارت بتاع كيو ار اس هو اللي فيه الستيرنج اكتر، يعني بي في سي برود اكتر في الجزء الاولاني في الثلث الاولاني منه، فده غالبا الابيكارديال اوريجين. واهم حاجه في الاي سي جي السايت اوف اوريجين، الاي سي جي هو الجولد ستاندرد تول دي ما نعرفش باي وسيله ثانيه قبل ما نعمل الابليشن هي طالعه منين، من البنتريكل الا عن طريق ريستنج اي سي جي زي ما بقول دلوقتي. البي في سي اندوس كارديوميوباثي ده التوزيعه السايتس بتاعتها، الار في يو تي رغم انه بيمثل اكتر من 30 الحالات لكن في الكارديوميوباثي بيمثل نسبه قليله، بيمثل الثلث لانه بناين سايت والباقيين كلهم بيتقاسموا الثلثين. طيب الاي سي جي يقول لنا ازاي ان دي طالعه منين من الفنتريكل؟ الرسمه اللي قدام حضراتكم دي، اول حاجه الثلاثه سايتس دول اللي هم الار في يو تي والال في يو تي والمايترال انيولس دول باختصار في الانفيرور ريكس اللي بصه من تحت تبقى بوزيتيف في الثلاثه، الاثنين وثلاثه هي بوزيتيف فيهم. الار في او دي هتعمل ليفت باند المورفولوجي، فالكي ار اس في 1 في 2 في 3 تبقى نيجاتيف، والال في اللي هم الناحيه دي سواء ال في او تي او المايكرو انيوس تعمل رايت باند المورفولوجي في 1 و2 و3 تبقى بوزيتيف. فهو الكومبينيشن بين في 1 و2 و3 وبين الانفيرو ليكس نعرف منهم هي طالعه منين. البارتيكولار بي في سي دي بتبقى واخده ليفت فانا رايت باند المورفولوجي لما طالعه من الليفت فينتريكل، وعلى حسب طالعه من انهي فاسكل تبقى بوزيتيف ولا نيجاتيف في الانفيرو. والبابيلاري ماسل دي طالعه من النص، ففي الانفيرو ليدز هتبقى باي فيز، طبعا الريزوليوشن بس مش واضح بس هي باي فيزك في الانفيرو ليدز. واخيرا اللي طالعه من الار بي 3 وول دي الوحيده اللي الانفيرو ليدز فيها هتبقى نيجاتيف لانها اوي من الانفيرو ليدز. تو سمبليفاي الموضوع نخلينا في الكومن سايتس اللي هم 90% اللي هم الاوت فلو تراك من اول سايت واحد لغايه سايت خمسه، كل ما رحنا من انتيرور لبوستيرور في 1 تبقى مور بوزيتيف، يعني كل ما كنا انتيرور خالص احنا ماشيين اوي في في 1 اوي خالص عشان احنا قدام في الفري وول بتاع الار في او تي، فالفي 1 لازم تبقى كومبليتلي نيجاتيف، ولما نبقى ورا عند الميترال انيولس ففي 1 تبقى كومبليتلي بوزيتيف وفي النص الترانزيشن بالمنظر ده. طيب تاني انفستيجيشن الهولتر، الهولتر ده الجولد ستاندرد معانا في حاله البي في سي. اولا لازم نعرف ان حوالي 75% من البني ادمين الفولنتيرز الهيلثي الاسيمتوماتيك عندهم بي في سي في الهولتر، فده ما هوش اب نورمال فاين في حد ذاته. ثانيا في حاجه اسمها ديو تو دي فاريبيليتي، احد الاستاديز كانوا بيعملوها على الفريكوانت بي في سيز نفس العيان عمل له 14 يوم في يوم 7% يوم 17% نفس العيان. طب ايه المهم بالنسبه لنا؟ اللور اكاونت، يعني لو العيان معاه كذا هولتر ناخد الاقل، ده الستاندرد بتاعنا. الاسوسيشن اوف سيمتومز بي في سيز، ياما ستات بتقعد تشتكي وبتاع وبيجي لي والساعه 3 الفجر جات لي وبقى ما كانش في بي في سيز خالص، فمعنى كده ان الموضوع فيه جزء سايكوسوماتيك، فالاسوسيشن اوف سيمتومز ده مهم جدا لان حتى البي في سيز لو اختفت مش هتبقى اسيمتوماتيك. واخيرا الاوكرنس اوف رانز ورا بعض سواء كوبلت تريبلت او نون سستين في تي، ده بيزود الريسك بتاع البي في سيز. واهم حاجه بيطلعها الهولتر والجولد ستاندرد بيطلع البيردن، النسبه المئويه بتاعت البي في سي دي كام في الميه زي ما بنقول دلوقتي. طيب البيردن هاو ماتش از تو ماتش؟ 4% 10% 50% ايه الكات اوف بوينتس بتاعتنا؟ قولا واحدا رقم 10% مهم، تحت ال 10% في الاغلب مش بيعمل كات اوف بوينتس،
في الاغلب ده بيناين، في الاغلب ده ما بيحتاجش حاجه في الميديكال تريتمنت. فوق ال 10% نبدا نهتم، وفوق ال 20% حتى لو العيان اسيمتوماتيك، حتى لو اسيمتوماتيك يستحسن يعمل ابليشن لو هو فوق ال 20% طبعا مش جايبه معاه الميديكال تريتمنت. عايز بس 3 دقائق. الكات بوينت بعد الستاتس كانت 24%، فكل ما الكاونت زاد كل ما الانترفينشن زاد. الايكو باختصار هو جولد ستاندرد للاجكشن فراكشن، ان احنا اول حاجه بنبص على الاجكشن فراكشن دي والتشيمبرز، بيعرفنا اذا كان في وول ثيننج وسكارز ولا لا عشان ده يساعد في الابليشن. واخيرا لو في اللي في ترومبس ما يخشش طبعا ندور جوه الفنتريكل، نشتغل ابيكارديال اكسس. وفي حاله ان العيان تحت ال 25% بالايكو يبقى من الاول مدخلين العيان ده على سبورت، عمليه مش هتقعد لها 4-5 ساعات وعيان امبير في الاغلب هيروح مننا، فلازم يخش العيان ده على سبورت او على ايكو. واخيرا طبعا السبيكل تراكنج تكنيك بيجيب السب كلينيكال اجكشن فراكشن امبيرمنت في بعض الحالات. السي ام ار ده الجولد ستاندرد لحساب السكار، فالسي ام ار بنعمله لكل الحالات. لو الحاله عندها سكار من الاول بل بي سي دي مش هي السبب، البي بي سي دي اجريفيتنج الاجكشن فراكشن بس مش هي السبب لوحدها. رقم اثنين لو في سكار مكان السكار دي حاجه مهمه جدا، عشان داخلين نعمل مابنج على الحته دي، عارفين ان مكان السكار من الاول هنا في الابليشن. وثانيا احنا ابيكارديال ولا اندوكارديال ولا ميد سايت هنبقى عارفين حتى هنخش الابيكارديال اكسس ده من هنا، الاندوكارديال ده من الفيمورال فين، فاحنا تو باث ويز لبعض خالص. وثالثا هو بيقلل طبعا المورتاليتي في العمليات والاستمول في الاسكيمو كارت ديزيز. الدرو باكس بتاع السي ام ار، اولا الريزوليوشن بتاعه ضعيف، يعني اي حاجه سين وول السي ام ار يبقى ضعيف فيها زي الار دي 3 وول. رقم اثنين ان البي بي سيز نفسها بتعمل ارتفاكت، صراحه ان احنا هنعمله عشان ناسس البي بي سيز، فالبي بي سي فريكوينت هتخلي فيه ارتفاك تعمل نويز في الفحص. رقم ثلاثة مفيش حاجه اسمها تيشر ريتجنست يقول الحته دي فيها سكار ولا لا، وده مش مظبوط، احنا عايزين نعرف في فايبل تيشر جواها ولا لا عشان دي السايت فاونديشن. واخيرا العيان اللي هيركب ايس، اللي مركب ايس تي او حاجه بيعمل نويز، عشان كده لو حضرتك قررت في يوم من الايام تركب ديفايس لعيان واحتمال يحتاج يعمل كارديك ام ار في المستقبل، زي عيان كارديك بس هيركب سي ار تي، يعمل الاول كارديك ام ار اي لان هيبقى عنده نويز بعد كده. السي تي الريزولوشن بتاعه احسن، بيجيب السين وولز، واللي هو كمان بيبين الهيتروجينيسيتي ان بيبقى فيه انا هقول بس الكلمتين بتوع السي تي، لا هقولهم خلاص. السي تي بيبين بس الهيتروجينيسيتي ان بيبقى فيه حتت ثين وحتت ثيك، وحتت الثيك دي غالبا هي الفايبل، هو الحتت السن الايلاندز كبيره السن، فهي دي السايد اوف اتنشن. رقم اثنين التكنيك في تشويس ان احنا نعرف مكان الكورونا، احنا بنعمل ابليشن ابيكارديال ممكن نخش جنب الليفت منك العيان هيموت على الترابيزه، ممكن يجي واحد من ميجر كورونا هو بيحدد مكان الكورونري ارتريس بالنسبه للفوكس، الكورونري فينز اللي بيكارديال فات والفرينك نيرف، الحاجات اللي ممكن يحصل لها انجري. الليميتيشنز بتاعت السي تي الستار ايدنتيفيكيشن ابول وون تكنس بس ده مش صح، لان في حته بتبقى نورمال اتنين. رقم اثنين الكومبيرد تو سي ام ار هو بيحتاج مور دوز من الراديشن. رقم ثلاثه برضه الفريكوانت بي في سيز والديفايس برضه بيعملوا ارتفاكتس في السي تي. وفي تكنولوجي جديد اللي هو بيسموه الفوتون كاونتنج كمبيوتر توموجرافي، ده نيو تكنولوجي بيتفادى الحاجات دي. والنيوكلر ايمجنج ما اعتقدش ان عليها دور كبير، يعني مش هنضيع فيها وقت. انا ثانك يو.